الرابعة صباحا الثانية بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا ومرحبا بحضراتكم. اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة في إطار خطة تطوير الطرق الشاملة بالقاهرة الكبرى التي تهدف لمواجهة أزمة التكدس السكاني والاختناق المروري. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن المشروعات الجاري تنفيذها في الجيزة تشمل تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية القائمة وإنشاء محاور مرورية جديدة بإجمالي أطوال 177 كيلومتر، بما يسهم في تحرير الحركة وضمان السيولة المرورية وتقليل التلوث البيئي واستهلاك الوقود والانبعاثات الحرارية، وذلك بالنظر إلى احتياجات التنمية السياحية الحالية والمستقبلية في المحافظة التي تتميز بالمناطق الأثرية السياحية الفريدة على مستوى العالم. غادرت سفينة إمداد مصرية من ميناء العريش محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى دولتي سوريا وتركيا. يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا وتركيا. عقد قادة مجموعة السبع اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس شارك فيه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي في الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا. وأعلن بيان صادر عن مجموعة السبع عن محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العملية العسكرية في أوكرانيا بما يتوافق مع القانون الدولي. وأشار البيان إلى أن المجموعة تسعى لاعتماد المزيد من الإجراءات لمنع روسيا من الوصول إلى المدخلات التي تدعم قطاعها العسكري وقطاع التصنيع. وتوعدت مجموعة السبع الدول التي تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات بدفع تكاليف باهظة. وصفت الأمم المتحدة الخطة الصينية للسلام في أوكرانيا بأنها مساهمة مهمة. وأشاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بما تضمنته الخطة من دعوة لتجنب استخدام الأسلحة النووية، مؤكدا أن تلك الدعوة تكتسب أهمية خاصة. أعلن الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا عزمه تشكيل مجموعة وساطة للعمل من أجل إطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا. وقال عبر تويتر إنه من الضروري أن تتحمل مجموعة من الدول غير الضالعة في النزاع مسؤولية إعادة السلام. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أن العلاقات القوية بين حلف شمال الأطلسي ناتو وأوكرانيا تعتبر وسيلة لتشجيع كييف على بدء محادثات سلام مع روسيا حتى لو استمرت موسكو في احتلال أراضي أوكرانية. ونقلت وول ستريت جورنال أيضا عن مسؤول بريطاني قوله إن قمة ناتو المقبلة يجب أن تمنح أوكرانيا عرضا يحفزها للدخول في مفاوضات. دعا المستشار الألماني أولاف شولز روسيا إلى وقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا وسحب قواتها على الفور. وقال شولز إن موسكو بعد عام من الأزمة لا تظهر أي نية لإنهاء عملياتها العسكرية وتواصل الانخراط في سلوك نووي غير مسؤول، داعياً المجتمع الدولي إلى الاستمرار في الضغط على روسيا حتى تعود إلى القانون الدولي وتجلس إلى طاولة المفاوضات. ختاماً مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكراً جزيلاً لطيب المتابعة، وهذه تحياتي لحضراتكم، أنا لا شكراً.